الكاميرونية ياوندي من أجل خوض منافسة كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021. وتخلف عدد من اللاعبين عن بعثة المنتخب المغربي لأسباب مختلفة، منها الإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى الالتزامات مع الأندية على أن يكتمل العدد في الأيام المقبلة. وسيتنافس أسود الأطلس مع منتخبات غانا وجزر القمر والجابون ضمن المجموعة الثالثة. من جهة ثانية، يستعد المنتخب المصري بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش لخوض غمار منافسات كأس أمم أفريقيا المرتقبة بالكاميرون. هذا صحيح. أحمد نوير مراسلنا في مصر تابع تحضيرات الفراعنة ليعد التقرير التالي. 25 لاعبا هم قوام منتخب الفراعنة الذي يستعد في معسكر تحضيري بالقاهرة لخوض غمار منافسات نهائيات أمم إفريقيا بالكاميرون، قائمة جاءت مرضية للأوساط الكروية المصرية عدا استبعاد بعض العناصر منها، مثل محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي وطارق حامد لاعب الزمالك وأحمد رفعت لاعب فيوتشر، استبعادات أثارت حالة من الجدل فك رموزها كارلوس كيروش مدرب المنتخب. نحن لا نجيب لماذا هذه الأسماء ليست ضمن القائمة، بل لماذا سلية، الشناوي، جبر، أكرم، فتحي، مرموش، صلاح وتريزيجي، لماذا كل هذه الأسماء في القائمة؟ هم في القائمة لأنني أثق أن 25 لاعبا يمثلون فريقا متماسكا يلعب كرة جيدة وقادر على الفوز بروح قتالية عالية وبعقلية ممتازة وأداء جيد دفاعا وهجوما. قائمة الفراعنة للنهائيات جاهزة بدنيا وتؤدي التدريبات بكامل صفوفها عدا عمرو السلية الذي يخضع لبرنامجه التأهيلي نظرا للإصابة، وربما يغيب عن المواجهة الأولى بالنهائيات ويلحق بالثانية وفقا لتأكيدات الجهاز الفني لمنتخب مصر. منتخب مصر صاحب المكان الكبير إفريقيا والأكثر تتويجا بالبطولة، ولذلك فعقليتنا هي اللعب الممتع والفوز في كل مباراة، وبالتالي بناء عقلية البطل وثقافة الفوز. الجهاز الفني لمنتخب مصر ضم 4 حراس مرمى للقائمة، وهم محمد الشناوي حارس الأهلي ومحمد أبو جبل حارس الزمالك، علاوة على حارسين شباب بغية بناء جيل جديد من الحراس. الجاهزية الفنية والبدنية الكاملة هو ما يطمح إليه منتخب مصر قبيل انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا، والأمل يحظى الجميع في أداءات ونتائج مرضية للجماهير المصرية. أحمد نوير، بي إن سبورتس، من استاد القاهرة الدولي. رفض نادي واتفورد ادعاءات الاتحاد السنغالي بشأن منع مهاجم إسماعيل سار من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق في الكاميرون 9 من الشهر الجاري. النادي الإنجليزي يرى أن سار الغائب عن التشكيلة منذ مدة